استهداف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاولة اغتياله وتأثير هذا الحدث على مؤشرات البورصة الأمريكية. طبعا أغلب الدول أرسلت تجامل وتقول إن هي بتستنكر الحدث، وعلى شاشات الميديا والتلفزيونات الخاصة بيهم، وكان في توقع إن الأسواق الأمريكية، البورصات الأمريكية زي داو جونز اس ان بي 500 وناسداك ويو اس سميل كامب 2000 إن هي تنخفض وتبقى باللون الأحمر. وزي ما شايفين أغلب الأسهم الأوروبية فعلا باللون الأحمر النهاردة، النهاردة الاثنين، والحدث كان امبارح الحد، امبارح الحد كان 14/7 دي محاولة الاغتيال. وحتى أسواق النفط بتتفاعل وبتنزل، والمعادن زي ما شايفين كده، والغاز الطبيعي نزل 4%، لكن الذهب الوحيد لأن هو الملاذ الآمن هو اللي كان طالع، ويمكن عامل كان عمل بيك، لأن هو فتح الحد بالليل مساء، وشايفين البيك بتاعته اهو عند 2420، يعني قمة تاريخية. لكن الغريب بقى ان الاسواق الامريكيه ما جاملتش الرئيس دونالد ترامب، ما جاملتوش نهائي وما نزلتش احمر. ده تفسيره ايه؟ انا شايف ان هو الاصابه كانت خفيفه، ودي عمل ضجه اعلاميه ضخمه جدا. اعتقد ان دي هتيجي في صف الرئيس السابق دونالد ترامب، وهتكون في صفه جامد جدا، هتعمل له شعبية جامد جدا، لأنه هيكون قد إيه إن هو ضحية كان لحادث كان هيبقى رهيب جدا، فده هيكسب تعاطف شرائح كبير جدا في الشعب الأمريكي. وعشان كده الأسهم دي هي باللون الأخضر. ما فهمتش كده الأسواق الأوروبية ولا الأسواق الناشئة. يمكن بورصة مصر برضو النهاردة نازلة 3.3%، وامبارح كانت نازلة برضو، كان نزول اللي هو المؤشر الرئيسي، إلا إن السعودية طالعة، وإحنا عارفين إن السعودية بتتبع النظم الأمريكية في المواصلات وفي الطرق وفي المستشفيات وفي النظام الصحي، يعني أعتقد إن السعودية هي أمريكا الشرق الأوسط. كل النظم حتى كل السيستمز والتعليم كله ونظم الكهرباء، يعني حتى هناك 110 الفولت بتاعهم مش 220 زي امريكا بالظبط، 110 اللي هو التيار اللي في البيوت. كده احنا نستبشر خير ان تأثير الكلام دوت على السوق والاسواق الناشئه ومنها البورصه المصريه هيكون نجلكتد، مهمل خالص جدا، والاسواق عدت من الموضوع دوت. يعني كده الدنيا ماشيه بخير. وشايفين الداو جونز بيقرب على ارقام تاريخيه مره تانية. عايزك تشترك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جد مهم، واضغط لايك، مش هتخسر حاجه لما تضغط على زر اللايك، وشارك الفيديو مع اخرين حتى تعم المنفعه والثراء عن بورصات، وقد ايه السياسة والاخبار ممكن تأثر على البورصة سواء كانت عالمية او محلية. شكرا جدا لاستماعكم، كان معكم مهندس أسامة غندور.